السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم غيكون هو الفيديو الثاني من سلسلة الفيديوهات اللي خصصناها لإكسبرسيون إكريت باش نضبطوا المنهجية ونعرفوا كيفاش نكتبوا أي موضوع إنشائي تعطانا. إذا نص الموضوع ولا لو سوجي اللي داكشي اللي مطلوب مني، جيكري أن تكست بور مو بريزونتي إي بريزونتي ما فامي. جيكري لو فيرب إكريغ نكتب، أن تكست نص، pour me présenter، me présenter يعني نقدم نفسي، et présenter ma famille، présenter نقدم العائلة ديالي، présenter ma famille. الآن غنعطيكم واحد نموذج اللي تقدروا تستعنوا به ولا اللي يقدر يعاونكم في بحال هذا النوع من المواضيع. يعني ملي تطلب منكم تقدموا نفسكم ولا العائلة ديالكم، اول حاجه غنبدا بها طبيعة الحال الاسم والنسب. انا هنا في هذا الموضوع هذا غنعطيكم غير مثال ديال بنت سميتها ندى. هاد المعلومات ديال هاد البنت اللي سميتها ندى، نتوما شنو المطلوب منكم؟ في بلاصه هادشي اللي مكتوب بالغوز بهذا اللون وردي غتكتبوا المعلومات الشخصيه ديالكم نتوما. انا فقط هي باش نوضح لكم، عطيتكم مثال ديال هاد البنت اللي سميتها ندى. إذن أول حاجة كما قلنا نبدأ بها هي الاسم والنسب. جو مابيل اسمي، هنا تكتب الاسم والنسب ديالك. إذن جو مابيل نادا فيرغول جي يعني لدي، الفيرب افواغ كونجوغي في البريزون. هنا تكتب السن ديالك، شحال عندك من عام. مثلا نادا تدوي على نفسها السن ديالها 12 عام، جي 12 ans. لاج هو السن، لاج هو السن. من بعد تندوز ناسيوناليتي، الجنسية. ناسيوناليتي هي الجنسية، طبيعة الحال حنا مغاربة. إذا ندى تدوي على نفسها تقول جو سوي ماروكان، أنا مغربية. لو كان ولد اللي تيكتب هذا الموضوع غيحيد هاد أ، يعني غيقول جو سوي ماروكان. إذا بنت ماروكان وولد تيحيد هاد أ، ماروكان. صافي. اذا دابا شفنا الاسم والنسب، من بعد السن، من بعد الجنسيه. بوين جابيت، انا تنسكن ا، وتتكتب اسم المدينه اللي انت ساكن فيها. بحال ندى تدوي على نفسها ساكنه في اكادير، جابيت ا اكادير. من بعد تندوزو للمستوى الدراسي، يعني اين قسم تتقرا فيه. جو سوي اليف اون سيزيام اني بريمير. اذا ندى هي تلميذة تقرا في السنة السادسة، السنة السادسة ابتدائي. انت هنا غتكتب القسم ديالك، الرابع ولا الخامس ولا الثالث ولا المهم القسم اللي انت تقرا فيه. دون ما فامي، في عائلتي، إليا 5 بيرسون. اذا في العائلة ديال ندى هما خمسة ديال الاشخاص، بيرسون تعني اشخاص. صافي. انت غتكتب طبيعة الحال عدد ديال الافراد العائله ديالك انت. مثلا ندى تدوي على نفسها، كاين الاب ديالها تقول مون بير يعني ابي، حيت هنا تدوي على نفسها مون بير، ما مير امي، اي مي دو فرير. مي دو فرير، فرير تعني الاخوه، يعني ندى عندها جوج ديال الخوت. ملي تنقول مي هاد ام او اس يعني اخواتي، وكذلك هنايا ميغ تعني الام، ولكن ملي تقول ما ميغ امي، بيغ تعني الاب، ولكن ملي تقول مون بيغ يعني ابي. اذا في العائله ديالها كاينه هي والاب ديالها والام وجوج ديال الخوت. الان نقدر نزيد كذلك المكان ولا المدينه اللي تزاديت فيها. اذا تزاديت هو لو فيرب ناتر. لو فيرب ناتر سي ان فيرب ديال ثوازيام جروب، لان تيسالي ب ار او. هنا صرفناه في الباسي كومبوزي مع لوكسيليير اتر. صافي. البارتيسيب باسي ديال ناتر هو ني، ان او اكسون. غير هو طبيعة الحال منين لو فيرب ناتر تنصرفو في الباسي كومبوزي مع لوكسيليير اتر خصني نرد البال لاكور. اذا بحال هنايا في النص ندى اللي تدوي على نفسها، ندى هي بنت، اذا لابد ما نزيد هاد او. لو كان ولد ما غنزيدش او، بنت ضروري ما نزيد هاد او. صافي. اذا جو سوي ني ا، مثلا ندى تدوي على نفسها تزادت في مراكش، انت غتكتب اسم المدينه اللي تزاديتي فيها.
اخر حاجه اللي نقدر نختمو بها هذا الموضوع لي لوازير. الوازير هي الانشطه ولا داكشي اللي تدير في الوقت الفراغ ديالك. جيم يعني لو فيرب ايمي، احب، انا احب مثلا شنو تنبغي ولا الحاجات اللي تنمارسها في اوقات الفراغ. مثلا لا ليكتور القراءه، لا ناتاسيون السباحه، وتقدر تزيد انت اللي بغيتي ولا تغير دير اللي بغيتي. الانشطه اللي تقوم بها في اوقات ديال الفراغ، تقدر مثلا تزيد لاعب ديال كره القدم ولا الباسكت ولا اي حاجه بغيتيها. انا